حوافز، نحن عندنا مجال لإعطاء حوافز والحمد لله فيه موجودة، ولكن نريد أن تستمر بشكل أفضل وأن تكون سهلة. حقيقة أنا أنظر للصناعيين، هؤلاء هم ناس يقفون لدعم اقتصاد المملكة، يجب أن ندعمهم ويجب أن نساعدهم. نجد الصناعي حقيقة لو نفكر فيه نجد العائد الذي يأخذه قليل مقارنة بما يعود على البلد. يعني الصناعي الآن يستثمر والدخل يستثمر مرة أخرى، ونجد في النهاية كثير من الدخل يذهب إلى الناس اللي يعملون في هالمصانع. لو افترضنا 20-30% منهم سعوديين، فهذا مكسب لنا، لأن الدخل يأخذونه الشباب الذين يعملون في المصانع أكثر بكثير من الدخل يأخذه صاحب المصنع. فالعائد على البلد أكبر بكثير، والعائد لا يقف عند هذه ولا يقف عند أشياء أخرى. مواد كنا نستوردها بكمية كبيرة تصنع محليا، صحيح نصدرها. سيدي، القطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نعم أنتم شركة كبيرة بلا شك، لكن لكم تعاملات أكيد مع شركات أصغر، كيف ترى الدعم هذا القطاع؟ طبعا برنامج كفالة ما قصر، حوالي أكثر من 1110 كفالات أصدرها بنحو يعني ما قدم ضمانات 449 مليون. البنوك السعودية ساهمت تشترك في كفالة بمليار و70 مليون ريال سعودي. هل هناك انفراج في هذا القطاع؟ والله ما في شك أنه يعني في اهتمام كبير لموضوع المنشآت الصغيرة المتوسطة، وهو يعني المنشآت هذه هي الأساس في أي اقتصاد الحقيقة، نعم، وكثرتها وتعددها، وهي يعني في الغالب الأشياء اللي تبدأ صغيرة وتكبر مع الوقت. فزي ما تفضل في برنامج كفالة صندوق التنمية الصناعي، فيها بنك التسليف، فيها جهات متعددة تهتم بهالموضوع، لكن دائما يشكو هذا القطاع، هو دائما يشكو حقيقة من متاعب ومتمويل، بالذات في التمويل وفي الدعم الإداري واللوجستي وهكذا. تفضل. صحيح، ما في شك، يعني الحصول على تسهيلات أو قروض اللي بالنسبة للشركات الكبيرة أو الشركات اللي عندها ضمانات أو اللي عندها خبرة يكون أكبر بكثير من الأفراد أو الشركات الصغيرة. يمكن هذول بقدر ما هم في حاجة الحقيقة للدعم المادي، هم في حاجة للدعم من ناحية الاستشارات والدراسات والدعم الفني وتسهيل الطرق أمامهم، البيروقراطية تخفيفها بالنسبة لهم، هذا اللي راح تساعدهم في أنهم يكبرون. فهي ما نتحدث فقط عن أنك تعطيه قرض وتعطيه دعم مادي، يعني أهم من كذا الحقيقة أنه إذا أعطيتها الدعم المادي أو حتى كان متوفر عنده أنه يستطيع أن ينجح وينمو. يعني بكل تأكيد سيد السعودة في القطاع، نحن نتكلم اليوم عن حوالي 600,000 من يعمل في هذا القطاع، 120 تقريبا سعودي. لا أرى هذا حقيقة طموحي أنا كاقتصادي 20%. ماذا عن السعودة؟ ونتكلم على جانب عمل السيدات أو النساء، وشاهدنا حقيقة يعملنا في ما طبيعة عملهن، ولكن السعودة بشكل عام. طيب، أول شيء دائما نطمح إلى خلق وظائف، هذا أولا. يمكن نستفيد من العمالة الأجنبية فيها، فخلق الوظيفة نفسه مهم جدا، ممكن يوم من الأيام في المستقبل يصير في أحلال لها. دعم الصناعة حقيقة مهم فيما يتعلق ب، ويجب أن لا يطلب منها ما يطلب من قطاع الحكومية. على فكرة، هل عفوا من ورقة كلامك، هل من مهام مدن الإحلال والسعودة أم ليس؟ هي ليس من المهام الرئيسية، بالتأكيد في تنسيق بينه وبين وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية، ونحفز المصانع في السعودة. وكلمة حق حقيقة، المصانع عندها اهتمام، وترغب في السعودة، تعاني بأحيان في بعض الحالات من انتظام بعض الشيء، وبعض الشيء حقيقة أثبتوا جدارتهم في مجالات أخرى على خطوط الانتاج. نعم وجدنا يعني حقيقة مجموعة من الشباب على خطوط الانتاج أثبتوا كفاءتهم، يحتاجون بعض التدريب، ولكن أعتقد فيه أشياء مبشرة. ولكن القطاع الصناعي يا أخوان هو محفز، ويبدأ من 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 الصفر في كثير من في حدود نسبة فيك دكتور المرأة وضعها في الصناعة. أول شيء نتوقع نقدر عدد اللي يعملون من النساء في المدن الصناعية بقرابة 3000 امرأة، في تجارب رائعة. كل المصانع التي تكلمت معهم ولهم تجارب تضيف امرأة كلها كانت طبيعة العمل من. دكتور طبيعة العمل في أماكن أخرى، في مراقبة الجودة، في بعض أعمال التصميم، المشغولات يعني. أذكر أحد المصانع في جدة عند أكثر من 500 سيدة، خلال سنتين عين أكثر من 500 سيدة، وكانت قصة نجاح. أنا لم أجد مصنع إلا وهو مسرور من هذه التجربة، كانت تجارب رائدة. دكتور توفيق حقيقة الربيع دعم من الوقت، شكرا لك سيدي مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، شكرا لك، كنت ضيفا عزيزا علي، وأيضا
الشكر موصول لسعاده الاستاذ عبد الكريم النافع ومدير عام شركه خزف السعوديه. شكرا لكم. كما راينا حقيقه من القطاع يعني حقق بلا شك نجاحات جيده، لكن نحن يمكن كاقتصاديين طماعين شويه ونرى بانه 10% غير مناسب او حتى 20% في حلول 2020. نتوقع ان شاء الله بكل ما رايناه من انفراج وحية يعني بجهود سعادة الدكتور توفيق الربيعة ومدن أن ترتقي الصناعة إلى ما نصب إليه، ولا سيما أنه كما قلنا هي خيار استراتيجي نأمل إن شاء الله أن يكون موازي للنفط بإذن الله تعالى. دمتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.